السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية مكون الإملاء. هذه الحصة تندرج من الأسبوع الثالث من الوحدة الأولى مجال الحضارة المغربية المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان درسنا لهذا اليوم التاء المربوطة. التاء المربوطة استكشف. أنا معجبة بالحضارة. أنا معجبة بالحضارة المغربية. أنا معجبة بالحضارة. أنا معجبة بالحضارة المغربية. أنا معجبة بالحضارة المغربية العريقة. أنا معجبة بالحضارة المغربية العريقة. بعض الملابس التقليدية تصنع في البيت. إذا أملأ خانات الجدول من الجمل أعلى. إذا كلمات تنتهي بتاء مربوطة. لدينا معجبة الحضارة المغربية العريقة. لدينا أيضا التقليدية. إذا كلمات تنتهي بتاء مبسوطة. إذا في هذه الجمل هناك فقط كلمة واحدة تنتهي بتاء مبسوطة وهي البيت. أميز بين طريقة نطق التاء في الكلمة الحضارة في الجملة الأولى والجملة الثانية. إذا لاحظوا معي في الجملة الأولى نقول أنا معجبة بالحضارة. إذا يصح الوقوف عليها. بينما في الجملة الثانية أنا معجبة بالحضارة المغربية. إذا في وسط الكلام لا يصح الوقوف عليها، لا في آخر الكلام. أميز بين طريقة نطق في كلمة المغربية في الجملة الثانية والجملة الثالثة. إذا لاحظوا معي أنا معجبة بالحضارة المغربية. أنا معجبة بالحضارة المغربية العريقة. نفس الشيء في الجملة الثانية يصح الوقوف عليها. في الجملة الثالثة نقول أنا معجبة بالحضارة المغربية العريقة. في وسط الكلام لا نقف عليها، ولكن في آخر الكلام يصح الوقوف عليها. أقرأ الجملة الرابعة. هل نطقت التاء في كلمة البيت واضحة أم هاء أم ساكنة؟ كيف هي تاؤها؟ إذا بعض الملابس التقليدية تصنع في البيت أو في البيت. استنتج. التاء في آخر الكلمة إما مربوطة تكتب بهذين الشكلين أو مبسوطة. إذا أمكنني نطق التاء هاء ساكنة فهي إذا تاء مربوطة. مراكشية مراكشية. مغربية مغربية. امرأة امرأة. إذا بالنسبة لكلمة البيت واضحة، تاؤها واضحة، تاؤها واضحة. نسيت الإجابة عن هذا السؤال. تاؤها واضحة. أذكر سبب كتابة التاء مبسوطة أو مربوطة في الكلمة التالية. لدينا بيت، سلحفاة، صوت، ممسحة، لعبت، لعبة. إذا بيت لأنه اسم مفرد ثلاثي ساكن الوسط، سلحفاة لأنها جاءت مسبوقة بمد وأيضا يصح الوقوف عليها هاء، صوت لأنه اسم مفرد ثلاثي ساكن الوسط، ممسحة يصح الوقوف عليها هاء سبقتها فتحة، لعبت لأنها فعل، لعبة يصح الوقوف عليها هاء. إذا أكتب كلمتين بهما تاء مربوطة وكلمتين بهما تاء مبسوطة. إذا لدينا مقلمة مقلمة تاء مربوطة. لدينا صومعة صومعة أيضا يصح الوقوف عليها إذا جاءت في آخر الكلمة. إذا تاء مبسوطة. لدينا زيت. لدينا أنصت.
إذن في الكلمة الأولى لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط، وفي الكلمة الثانية لأنها فعل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.